بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، هذا لقاء جديد حول أسرار الموت. الحقيقة يعني العلماء بحثوا طويلا عن سر الخلود، ماذا يحدث بعد الموت. طبعا عندما يعني اعتقدوا أن الموت هو نهاية كل شيء اطمأنوا لهذه الدنيا وبدأوا يغفلون عما بعد الموت، ولكن الأبحاث الصادرة حديثا تؤكد أن هناك أعراض وهناك أحداث تحدث أثناء الموت وبعد الموت، مما دعا العلماء لليقين اليوم بأن الميت يعيش حياة من نوع ما بعد الموت. هذا قاسته أجهزة المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي. اليوم أيها الأحبة أحببت أن أحدثكم عن سكرات الموت. ما هي سكرات الموت؟ ماذا يحدث للميت لحظة الموت؟ ولماذا سميت سكرات؟ الحقيقة القرآن الكريم كتاب دقيق جدا أيها الأحبة، يحدثنا بدقة بالغة عن لحظة الموت، ماذا يحدث من تغيرات في الجسد. قبل ذلك دعوني أتساءل معكم، ماذا كشف العلماء حديثا عن أعراض اقتراب لحظة الموت؟ طبعا هناك مجموعة من التغيرات الفيزيائية التي تحدث للإنسان قبيل وأثناء الموت. مثال: برودة الأطراف، هذه الأطراف ستبرد، سيقل نشاط الدم هنا الذي يعطي هذه الحرارة للإنسان، يعطيه حرارة الجسم المعروفة، سوف تبرد الأطراف، يبدأ الجسد أو الجسم يحس بالنعاس، يبدأ نوع من فقدان الوعي، لا يستطيع أن يميز بين الأشياء. هذه الأمور تحدث بسبب قلة الأكسجين وقلة كمية الدم التي تصل إلى الدماغ، فالإنسان يصبح مشوشاً، يمر بحالة من الهذيان، لا يدري ما يقول، لا يدري ما يفعل، يصبح ابتلاع اللعاب أكثر صعوبة. يعني عندما تقترب لحظة الموت بالكاد أن يستطيع الإنسان أن يبتلع لعابه، يتباطأ النفس، تشعر بالبرد، بالبرودة، يحدث هبوط في الضغط يؤدي إلى فقدان الوعي أحياناً، ويشعر الإنسان قبيل الموت بالتعب والإعياء. الحقيقة أيها الأحبة هذه الأعراض يعني درسها العلماء طويلا، ووجدوا بأن الأعراض قريبة جدا من أعراض الإنسان الذي يشرب كمية كبيرة من الخمر ويسكر ويفقد الوعي، شيء غريب. يعني يقول العلماء أيها الأحبة إن المسكرات بشكل عام مثل الخمور تحدث تغييرات في الدماغ أو في كيمياء الدماغ تشبه تلك التغييرات أثناء الموت، لذلك فإن الإنسان يصبح مشوشا ومضطربا، عاجزا عن اتخاذ القرار، يصبح لديه حالة من الجفاف، جفاف الفم بسبب فقدان كمية كبيرة من السوائل، يؤثر الكحول على المخايخ الذي يسيطر على توازن الجسم فيفقد الإنسان توازنه، ويفقد الإنسان التحكم بحركات العين تماما مثل الميت أيها الأحبة. لذلك تلاحظ أن الإنسان قبيل الموت بالكاد يستطيع أن يرف عينيه وتجده وكأنه شارد هكذا. طبعا أيها الأحبة الاستهلاك العالي للمسكرات كما يقول العلماء يسبب العطش والنعاس وفقدان الوعي والصداع والتشويش وفقدان مؤقت للذاكرة. طب هذه الأعراض هي ذاتها تحدث قبيل الموت أو قريبا منها، يعني أو هي صورة مصغرة من الأحداث التي تحدث أثناء الموت. لذلك أيها الأحبة هنا لا يمكن لإنسان أن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن يميز بدقة بين حالة الموت وحالة السكر الحقيقي. فحالة إنسان سكران بشدة
تشبه حالة إنسان يشرف على الموت أو قبيل الموت. كلاهما يعاني من مشاكل في الذاكرة، عدم وضوح الرؤية، رؤية ضبابية، عدم توازن في دقات القلب، إنهاك في حالة الجسم بشكل عام، ارتباك، عدم قدرة على اتخاذ القرار، عدم قدرة على التحكم، فقدان السيطرة. القرآن الكريم استخدم تعبيرا جديدا في ذلك الزمن عندما نزل القرآن على حبيبنا عليه الصلاة والسلام في القرن السابع الميلادي. ماذا قال تبارك وتعالى؟ قال: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. سماها القرآن سكرة الموت، شيء غريب أيها الأحبة. من أين جاء القرآن بهذا التعبير العلمي الدقيق جدا الذي يتفق مع ما يكشفه العلماء اليوم؟ تعبير دقيق جدا، سكرة الموت أو سكرات الموت التي عانى منها حبيبنا عليه الصلاة والسلام. فقد يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس عند سكرات الموت. طيب، المفروض أن هذا نبي كريم، لماذا يتركه الله عز وجل يعاني لحظة الموت؟ الحقيقة أيها الأحبة، ينبغي أن نصحح مفاهيمنا نحن اليوم. الإنسان الذي يعيش برفاهية، ليس لديه مشاكل أو هموم ويعيش حياة فارهة، هل يستوي عند الله مع إنسان يعاني ويسأل الله كل يوم أن يصبره على معاناته، على مرضه، يدعو الله، يلتجئ إلى الله دائما بسبب الفقر، بسبب الهموم، بسبب المشاكل التي تحيط به؟ وإنسان غني مرفه ربما لا يذكر الله إلا قليلا، هل يستويان مثلا؟ طبعا لا أيها الأحبة. الإنسان، الله تبارك وتعالى عندما يريد أن يطهر إنسانا يبتليه بالمرض، يبتليه بالأذى، يبتليه بالفقر أحيانا، بالجوع، يبتليه بكل أنواع المصائب التي تجعله يقترب من الله، يطلب من الله، يدعو الله سبحانه وتعالى، يلتجئ إلى الله، يستعيذ بالله عز وجل، يلجأ إلى الله. لذلك أكرم الناس عند الله هو النبي صلى الله عليه وسلم. أراد الله عز وجل أن يرفع من قدر هذا النبي، وأراد أن يعطينا مثالا نحن الناس العاديين، نحن لسنا أنبياء، ولكن أراد أن يقول لنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح طبعا قال: إن للموت لسكرات. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان الموت عليه شديدا هو قدوة لنا. عندما تشتد بنا الظروف ونؤذى ونعاني من مشكلة اقتصادية أو مشكلة نفسية أو مشكلة اجتماعية أو مشكلة في العمل، ينبغي أن نتذكر هذا الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام، كم عانى وكم أوذي في سبيل الله، وكم مرض، وكم تحمل، وكم ابتلي، بل هو أشد الناس بلاء. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا بأن الأنبياء هم أشد الناس بلاء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يعني كلما أراد الله تبارك وتعالى أن يرفعك درجات عالية عنده يكون بلاؤك أكبر وأعظم. هل أدركتم معي أيها الأحبة نعمة البلاء؟ هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بدأ بالموت لأنه هو الأساس، وهو الذي ستؤول إليه أيها الإنسان، وليلفت انتباهك أن الموت هو الأهم وليس الحياة. الحياة كل الناس يعيشون ويأكلون مهما كانت الظروف، ولكن بعد الموت ماذا ستفعل؟ ستكون وحيداً.
وحيدا أثناء الموت ولو كان حولك ملايين البشر، ستكون وحيدا في مواجهة رسل الله، في مواجهة ملك الموت، ستكون وحيدا في قبرك، ستكون وحيدا يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، يوم تبعث. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. إذن أيها الأحبة، أنا دعوني أختم هذا اللقاء بسؤال بسيط أوجهه لأولئك الملحدين المشككين الذين ينكرون أي شيء جاء من الله عز وجل أو من رسوله عليه الصلاة والسلام. نقول لهم: كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام أن الأعراض التي يتعرض لها الميت تشبه أعراض السكر؟ لأن النبي بعدما مات وتعرض لهذه الأعراض لا يستطيع أن يعود ويخبرنا. هو أخبرنا في سورة قاف، وسورة قاف سورة مكية نزلت في مكة، يعني ليس في أواخر الدعوة، في بدايات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن الذي أخبره بهذا المصطلح العلمي، يمكن أن نسميه مصطلح علمي، سكرات الموت؟ من الذي أخبره أن الأعراض التي يتعرض لها الميت تشبه تلك التي يتعرض لها من يسكر؟ لأن كلمة سكرات من السكر. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لو كان كاذبا كما تدعوا أيها الملحدون، أنتم تدعون أنه كاذب، لماذا كان أكثر حديثه عن الموت أكثر من ذكر هادم اللذات؟ لماذا نجد آيات القرآن مليئة بالحديث عن بعد الموت؟ لماذا كان ينفرنا من الدنيا ويرغبنا بما عند الله، يرغبنا بالآخرة، يرغبنا بما بعد الموت؟ هل هذا نبي كاذب يكذب على الله يفعل ذلك؟ والله أيها الأحبة، إن آيات الموت الموجودة في القرآن وأحاديث الموت التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام لتشهد، بل هي أكبر دليل مادي ملموس على أنه رسول صادق في دعوته، لم يرد الشهرة، لم يرد الدنيا. هل رأيتم، بالله عليكم، هل رأيتم إنسان دكتاتور مثلا يتحدث عن الموت؟ هل رأيتم إنسان مجرم أو ظالم أو كاذب يتحدث عن الآخرة؟ هل رأيتم إنسان عنيف يتميز بالعنف والإرهاب يتحدث عن ترك ملذات الدنيا والالتجاء إلى الله عز وجل في كل حال؟ هل رأيتم مثل هؤلاء الجبابرة؟ هل فرعون كان يتحدث عن الموت مثلا؟ هل كان هتلر يتحدث عن الموت؟ هذا أيها الأحبة دليل، يعني حللوا هذه الآيات، اقرأوها جيدا، آيات الموت في القرآن، لتدركوا أن هذا النبي الكريم والله إننا لنشهد أنه صادق في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. نلتقي إن شاء الله في لقاء جديد في سلسلة الموت هذه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يتوفانا على الإيمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.